السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غنتحدثوا على واحد المرض كيصيب الارانب، وهو واحد الحبيبات صغيورين دايرين بحال الشكيوات صغيورين كيصيب الارانب، وكيبقاو يعني ما كيبقاوش نورمال، كيولي الشعر ديالهم طالع. هادو الحمد لله راني داويتهم، لا بغيت ندير لكم هذه الحلقة. وهو واحد الحب كيجيهم تحت الجلد، هو ماشي حب في الحقيقة، هو عبارة عن بحال نقولوا الشكيوات، ملي كتعصروهم كتلقى فيهم واحد القيح اللون ديالو ابيض مائل للصفوره. انتم كما كتشوفوا هادو راه تبارك الله راني داويتهم، كان فيه واحد الحب هنايا، انتما دابا الحمد لله راه ولا مزيان. المهم كيكون تحت الجلد، كيكون تحت الجلد واحد الحبيبات بحال الشكيوات حب. كيفاش تداويته؟ الطريقه وهي عاديه، وهي ليبرا ديال بيليسيلين، ليبرا ديال بيليسيلين. الثمن ديالها رخيص للغايه، راه الثمن ديالها كيدير 5 دراهم. كيعطيو 2 سنتيم، 2 سنتيم، سنتيم الاول كدقو في النهار الاول، وسنتيم الثاني كدقو في النهار الثاني، وصافي كتولي الاخر كيولي هذاك الحب. سبحان الله كيطفى من الداخل، كيولي الحب كيطفى من الداخل، وكيعيشوا بطريقه مزيانه. هاد الحب انا مشات في تقريبا واحد الخلفه ما فهمتلوش، لان قليل هذا المرض قليل ما فهمتلوش، ولكن من بعد سولت واحد البيطاري الله يكثر خيره، هو اللي قال لي راه الديفو ما كاينش فيهم هما، راه كيكون في الام هي اللي راها ملي كترضعهم كتعطيهم في فيها شي حاجه، واحد وكيسمى لي فيروس كيكون فيها هي، وكتبقى تمروا الصغار ديالها. هاد المرض كيكون في الاول غير عباره عن شكيوات صغيورين كيكونوا تحت الجلد، من بعد ان الشعر ديالهم كيبقى بحال اللي نقولوا ما كيبقاش ملس بحال هكا، يعني اذا قلبتوا فيهم هكا كتلقى الشعر ديالهم ملس. تبارك الله، انتما كيبان لكم الشعر ديالو ملس. ها هي الام ديالو راه كتطلع عليهم. قلت لكم كاين هاد الحبيبات اللي كيجيو تحت الجلد، من بعد كيوليو بحال الشكيوات صغيورين، وكيجيهم في الجسد كامل. هي في الاول كيبدا غير جهه تحت من الرقبه، عفوا تحت من الذقن، كيكون فيهم في هذه الجهه بحال هكا، هنا ها انتم في هذه الجهه هنايا تحت الذقن. من بعد كيتطور وكيولي في الجسم كامل، كيولي الارنب ما كيرضاش، كيولي هزيل الاول، الشعر ديالو كيوقف ما كيبقاش ملس. من بعد وفوقاش كيجيو هذا الشيء في السيمانه الاولى، سبحان الله. يعني مره راقبوهم هكا، هزو الاخر خصو يكون خالي من الامراض هكا، كيتحرك الى قصتو فيه هكا كيتحرك، كي تشوفوه ما كيتحركش وماشي نشيط عرفوا بلي راه كاينه شي حاجه فيه. وبقى تحسوا بحال هكا في الجلد ديالو كيكون واحد الشكيوات بحال الحب، هو صغير تحت من الجلد، كيكون كيضعف الارنب، وكيبقى يمشي الله يستر بالواحد. اذا الارانب ديالكم راقبوهم منين يكونوا صغار ومنين يكونوا كبار. حتى الصغار خصكم مره تطلعوا عليهم، انتم كما كتشوفوا غير كيحيد منهم، كيبداو يكبر فيهم الزغب ديالهم والشعر ديالهم، كنحيد عليهم اللواط صافي، كيوليو كيتعداو مرحله الخطر. منين كيوصلوا للسيمانه الثالثه صافي، غير لفاتوا هذه العتيبه هذه ومشاو خرجوا للكارج وبقاو كياكلوا صافي، راه ولاو مزيانين. كيقولوا كنقولوا حنايا كيتجاوزوا مرحله ديال الخطر وكيوليو مزيانين. اذا هاد ليبرا سميتها بيليسيلين، راه معروفه هاد السميه، راكم بلا شك راكم عارفين بيليسيلين معروفه. هو عباره عن مضاد حيوي، يعني كيصفي الام كيصفي لها الكرش ديالها وكتولي مزيانه. الحمد لله انايا هذا المرض راني داركتو، يعني ولاو مزيانين، دابا قلبتهم فهاد الصباح راهم مزيانين الحمد لله. وبغيت نشارككم هذا الموضوع، راقبوا الارانب الصغار ديالكم، الا لقيتوا فيهم شي حاجه
من لابد ما اما اتصلوا بيا في القناه او ديروا هاد بينيسيلين بالنسبه لهذا المرض بعدا. اذا الى عجبكم الحلقه تكيو على زر جام، تكيو على الجرس كي يصلكم الجديد. اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه زينه، وراه غاديه في الاستمرار. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.